اك تيمو تاوس بشكا دويه اف جو باري همي تشتان اسيويت كام كو داخازي و نواج و مهداري و سپاسي كرن شبه خمت همي مروان بهنه كرن بو پاشايان و همي دسالات داران جي دا ام جيانه كتنو آرام همي خود ترسي و ريز بريوه ببين اف چنده يا باشه و جهه دلخوشيه يلنك قرطال كره ما خوده اويد ويت همي مروف قرطال ببن و بجهنه زانينا راستيه چونکو ایک خوده هیا و ایک نو باین کارت نو برا خوده و مروونده هیا او جی مسیح عیسای مرووه اوی خووک و نرخ آزادی همی مرووان بخش کر اوی شهده دمیوه گنجای دا حتیدان بوی شهده از یکیری ما را گهنر پیام و هنارتی و ماموسته ملتان یه باوری و راستیه در باره وی چنده از راستیت بیجم و دروان ناکم اف جمد ویت لهر جهه که هم کم دبن ظلام نویجان بکن بلا دستین خو بی تورابون و گنگشه بیروزی بلند بکن هر واسه مدوید جنگ بجل کن کیرهاتی اب توره و بر عقلی خوب خملینن نوه هندنا پرچخو یان زیر یان مراری یان جی جل کن بها گیران لیب کریاریم باش کوب کروان جنکان بهین یم اشکرایید بجن ام خوده ترسین بلا جنگ بدنگی و همی ملک چی فرکرنه ور بگیرن از دستوری نادم که جنگ فرکرنه بدت ظلامی و سرزال ببید لیب بلا یا بدنگ بید چون کل برهی آدم ها تا چکرن پاشی حوا و آدم نه ها تخاپاندن، لیجن ها تخاپاندن و سرپیچی کر. لیب زاروک اینانه دی قرطال بید، اگر او بخوراگیری، ادباوری و حجه کرن و پیروزی داب مینن. الاصحاح الرابع والثلاثون وخرجت دينة ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض فرآها شكيم بن حمور الحوي رئيس الأرض وأخذها واتجع معها وأذلها وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولاطف الفتاة فكلم شكيم حمور أباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجة وسمع يعقوب أنه نجس دينة ابنته وأما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل فسكت يعقوب حتى جاءوا فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا وغضب الرجال واغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب وهكذا لا يصنع وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم أعطوه إياها زوجة وصاهرون تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم سكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها ثم قال شكيم لأبيها ولإخوتها دعوني أجد نعمة في أعينكم فالذي تقولون لي أعطي كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي وأعطوني الفتاة زوجة فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا لأنه كان قد نجس دينة أختهم فقالوا لهما لن نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف لأنه عار لنا غير أننا بهذا نواتيكم إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم بن حمور ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهما وكلما أهل مدينتهما قائلين هؤلاء القوم مسالمون لنا فليسكنوا في الأرض ويتجروا فيها وهو ذا الأرض واسعة الطرفين أمامهم نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا غير أنه بهذا فقط يواتينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختننا كل ذكر كما هم مختنون ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا؟ نواتيهم فقط فيسكنون معنا فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينة
واختتن كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوية أخوي دينا أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا. ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا أختهم غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت. فقال يعقوب لشمعون ولاوي كدرتماني بتكريهكما إياي عند سكان الأرض الكنعانيين والفريزيين وأنا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي. فقالا أنظير زانية يفعل بأختنا؟